تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج من القاهرة نقدمها لكم من قناة النيل للأخبار. زي ما عودناكم حيكون معنا مجموعة من الأخبار اللي تمس الساحة المحلية والإقليمية أيضا، وحيكون لينا موضوع حواري. مساء الخير يا أشرف. مساء الخير يا أشرف. احنا اتفقنا ان انا ابدأ هذا الموضوع لان هو موضوع شائك الى حد ما. هو ذكرى مرور 100 سنة، السنة الجاية 2016 هتمر 100 سنة على اتفاقية ساكس بيكو اللي بمقتضاها تم تقسيم المنطقة العربية بين الدول الاستعمارية الكبرى وقتها، بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية. كل دولة خدت نصيبها من هذه المنطقة ومن ثروتها، واستمر هذا الاستعمار إلى أمد معين ثم انتهى. وفيما يبدو أننا على شفا استعمار جديد في الذكرى المئوية لساكس بيكو. في الحقيقة الفترة الأخيرة، يعني لو بنتكلم على آخر 10 سنين، كتر قوي الحديث من الغرب في تحليلاته أنه في نوع جديد زي مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي كان بتطرحه أو بتروج ليه الولايات المتحدة الأمريكية. عايزين نفتكر كمان الخريطة اللي كان وضعها جون بولتون، وده كان مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة وقت جورج بوش الابن، وكان بيأكد أن لابد من إعادة ترتيب المنطقة العربية مرة أخرى. النوع الجديد اللي بيتكلم عنه محللون ومتابعون حتى من جوه الغرب غير الوطن العربي بيتكلموا عن انه اللي هيساعد في هذا الترتيب هو نوع جديد من التدخل في الدول، ولكن بشكل جديد زي ما حصل مثلا في العراق، زي ما بيحصل في سوريا، بقى في فزاعة جديدة اسمها الإرهاب. فالاحتلال اتغير عن الاحتلال اللي فات، ولكن في حاجة اسمها احتلال فكري، في حاجة اسمها تأثير على دولة أو محاولة تقسيم دولة بدعم أطراف عن أطراف أخرى داخل هذه الدولة. خليني أقول لكم آخر الأخبار الخاصة بالموضوع ده، وأقول لك برضو يا أشرف أنه في جامعة جورج واشنطن الأمريكية كان عقد يوم الثلاث الماضي مؤتمر حوالين الاستخبارات والنشاط الاستخباراتي بين الدول الغربية. مدير الاستخبارات الفرنسية برنار باجولي قال انه الشرق الاوسط الذي نعرفه انتهى الى غير رجعه. قال كمان ان دول زي العراق وسوريا لن تستعيد ابدا حدودها السابقه. اضاف كمان في كلمته في المؤتمر الاستخباراتي ده في جامعة جورج واشنطن: نحن نرى أن سوريا مقسمة على الأرض، النظام لا يسيطر إلا على جزء صغير من البلد وهو ثلث مساحة سوريا اللي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية. الشمال بيسيطر عليه الأكراد، لدينا هذه المنطقة في الوسط اللي بيسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، وأكد أن الأمر نفسه بينطبق على العراق قائلا أنه لا أعتقد أن هناك إمكانية للعودة إلى الوضع السابق. دي نظرة مدير الاستخبارات الفرنسية حوالين سوريا. في المقابل بقى مدير الاستخبارات الأمريكية السي اي اي جون برنان طرح وجهة نظر قريبة شوية من وجهة نظر نظيره الفرنسي، وقال: عندما أنظر إلى الدمار في سوريا وفي ليبيا والعراق واليمن، يصعب علي أن أتخيل وجود حكومة مركزية في هذه الدول قادرة على ممارسة سيطرة أو سلطة على هذه الحدود اللي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية. يعني هم كلهم شايفين أنه الأوضاع هي طيب. مخرجنا إيهاب فوزي كمان هيجيب لنا خريطة توضح كلامنا أكتر وأكتر. إنما الفكرة كلها يا أشرف أنه والأسامي زي ما احنا شايفينها كمان ودي منتشرة جدا الخريطة دي على الإنترنت. طيب الفكرة كلها أن دي نظرتهم للعراق وسوريا دون ذكر خالص أن هم
تسببوا في هذا الوضع. يعني اللي بيشير الى العراق، طيب هو مين اللي غزا العراق وقال لك ان الرئيس صدام حسين وقتها الرئيس السابق بيمتلك اسلحه دمار شامل، وابتدت الولايات المتحده برئاسه جورج بوش الابن ان هي تعمل لوبي ما بين الدول، وبعد كده وبعد فتره ابتدت تنسحب دوله ورا الاخرى زي اسبانيا زي بريطانيا، وغزت فعلا دوله ثانيه عربيه. مين اللي عمل كده؟ مين اللي عمل كده في ليبيا؟ هي مش قوات حلف الناتو اللي كانت عامله، كانت بتقول انا داخله بغطاء جوي علشان انقذ الدوله من القذافي، بعد كده سابت فراغ سياسي فظيع وفتحت الحدود. عموما يعني سايكس بيكو الجديد حسب ما قررته جامعة واشنطن في مؤتمرها برئاسة مديرية الاستخبارات، ستكون سايكس بيكو جديدة، استعمار جديد، دول جديدة، بغض النظر عن هذه التفاصيل. الجديد هو أن في سايكس بيكو كان تقسيم لإمبراطورية الرجل المريض، الدولة العثمانية، تركيا وقتها. الآن من هو الرجل المريض الذي ستقسم تركته؟ هل سيظل العرب مفعولا به أم أنهم سيتحركون قبل أن يتحرك الفاعل؟ هذا ما سنستطلعه من خلال وقفتنا الحوارية التي ستكون وقفة وحيدة وتحليلية حول هذا الموضوع الهام والشائك في تاريخ الأمة العربية والإسلامية أيضا. بعد الفاصل نبدأ مجموعة من الأخبار، كونوا معنا. طيب قبل ما نبتدي وقفتنا الحواريه، دايما بيكون لنا جوله لاهم الاخبار، اهم ما حدث في مصر على مدار يوم كامل. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي القى كلمه امام الندوه التثقيفيه اللي بتنظمها الشؤون المعنويه. الحقيقه ده تقليد بيقوم بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه الكلمات اللي بيلقيها امام ندوات تثقيفيه، بيقدر ان هو فعلا يشرح امور كثيره بتهم المواطن وبتهم الشعب المصري. النهارده في كلمه الرئيس السيسي قال انه كافه مؤسسات الدوله تحركت خلال الشهور الاخيره للقضاء على الارهاب في مصر. لفت كمان انه الوضع كان معقد للغايه، وانه رفض نقل هذه الصوره المرعبه لابناء الشعب حتى لا يصابوا بالذعر. خبى علينا قد ايه الصوره كانت صعبه. اضاف انه الجماعات الارهابيه كانت تسير بحريه تامه في سيناء بسياراتهم رافعين أعلامهم، أما الآن فلا وجود لهم في سيناء إلا قيد وجاري تطهير وقتنا هذا، مؤكدا أنه عملية حق الشهيد مستمرة في مهامها حتى يتم القضاء تماما على الإرهاب. الرئيس كمان شدد على أنه الجيش بيحمي الدولة من الإرهاب ولا يحمي النظام، حيث أن العمليات الإرهابية تستهدف الدولة المصرية، وأشار إلى انتشار أعداد كبيرة من القوات الخاصة والقوات الجوية على المناطق الحدودية لحماية الأمن الداخلي للوطن. تعالوا نسمع جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في الندوة التثقيفية اللي أقامتها الشؤون المعنوية. عملية الحق الشهيد انتهت المرحلة الأولى بتاعتها قبل العيد الكبير، ثم احنا مكملين لغاية ما نتغلب تماما على الإرهاب والعنف اللي كان موجود. هل تحقق كتير؟ أيوة. في استقرار حقيقي؟ صحيح. أنا عايز أقول لكم أنا بلتقي بناس كتير وكلهم بيقولوا أنتم قدرتم يا مصريين تحققوا استقرار وأمن لبلادكم في منطقة مضطربة جدا، و
في دول مش عارفة ترجع تاني، مش عارفة ترجع تحقق جزء بسيط من هذا الاستقرار والأمن. أنا بقوله ليه دلوقتي؟ بقوله عشان احنا دايما لازم نستدعي ان احنا في معركة. اتكلمنا عن اكتوبر، اكتوبر كان كل الشعب المصري ورا جيش مصر، ورا الدولة عشان تنجح. احنا مش عايزين ده يغيب عننا، مش عايزين ده يغيب عننا ويفضل قدام عينينا كده. رئيس السيسي أيضا تحدث عن ما حدث في الإسكندرية مؤخرا من أزمة وتناول الإعلام لهذه الأزمة، مطالبا كل وسائل الإعلام بالتوحد لدعم الدولة المصرية. رئيس السيسي أعرب عن غضبه من تناول عدد من وسائل الإعلام والنشطاء السياسيين لأزمة غرق الإسكندرية الأخيرة، خاصة الهجوم الشخصي عليه بأنه ترك الأزمة شركة سيمنز الألمانية، قائلا باللغة باللهجة العامية أنتوا بتعاقبوني عشان جيت وقفت هنا، في إشارة إلى توليه مهام الأمور يعني في مصر خلال هذا الوقت العصيب. نتابع الكلمة في هذا الإطار. وده للإعلام بقى، من فضلكم اللي اتعمل مش عشان انا اللي موجود هنا، عشان احنا كتير جدا. وعايز اقول لكم، بقول لكم ده حلم. انت عارف يعني ايه تحل مشكله الكهرباء في مصر؟ طب والله العظيم في دول كبيره ما عرفت تحلها، انا بقسم بالله. وما يصحش نقول الدول دي انا واقف، ما يصحش، لكن ده فضل من ربنا علينا وجهدنا مع بعض، والامور ربنا بيساعدنا، ربنا بيساعدنا، مش بيساعدنا انا، بيساعدنا كلنا. ينضم الينا عبر الهاتف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق بالقوات المسلحه. مرحبا بك، و يعني تحليلك لكلمه الرئيس السيسي عن استمرار عملية حق الشهيد، وأن الوضع في سيناء كان مزري للغاية، وكان الإرهابيون بيتنقلوا بكل حرية، الآن هم محصورون داخل منطقة صغيرة وداخل الجبال أيضا. طبعا زي ما بنقول دايما، ليس مع العين فين. وإذا كانت الناس نسيت، نفتكر من سنة ومن سنتين كان ايه اللي بيحصل في سيناء، ويمكن كمان حتى يمكن اللي هنا ما كانوش حاسين قوي، انما الصوره اللي بيقولها سياده الرئيس ان كانوا بيمشوا الارهابيين بعربيات 4x4 ومعلقين الرايات بتاعتهم، الرايات السوداء دي، وبيتحركوا في مثلا مدينه العريش ومعلقين الرشاشات على العربيات، يعني دوله داخل الدوله. وده عشان نفهم كويس قوي، لحسن الناس بتنسى ومش عارفة الخطر اللي في سينا شكله ايه. يعني يمكن الرئيس زي ما بقول دايما حاول يطمن الناس، مش عايز يقلقهم، انما عايز لازم نفهم ان اللي بيحصل في سينا في المنطقة دي بالذات تحديدا، دي المنطقة اللي كان الامريكان والاسرائيليين وحماس والاخوان متفقين ان يتم فيها تبادل الاراضي، ان دي الوطن البديل بتاع الفلسطينيين. لما رفضنا كلنا النهارده عايزين يرغمونا، نقول ايه؟ طب خدوها وسيبونا. احنا بنقول لهم ذره رمل واحده من سينا اغلى عندنا من الدنيا دي كلها. فالنهارده الحمد لله رب العالمين، رغم ان اللي بيدير هذا الارهاب بقول لك دوله زي امريكا، دوله زي اسرائيل لها مصلحه فيها كلها، كل هذا الكلام بالخيانه العظمى اللي كان الاخوان بيعملوها ان ارض مصر تبقى وطن بديل، كل هذا الكلام الحمد لله النهارده هذا الكابوس زال. في شويه خلايا لسه نايمه بتظهر، حاجات فرديه، انما الجزء الاكبر تم القضاء عليه تماما. رايت في النهارده ان اهالي سينا، عايز اقول حاجه، سينا اللي هي ال 61,000 كيلو متر، انا بردد الكلام ده عشان الناس ايه ما تقولش سينا، ده اللي حاصل ده حاره في مدينه، ما يبقى 61,000 كيلو متر،
كل المنطقه اللي فيها ديت لا تتعدى ال 1000 كيلو او 500 كيلو متر مربع. يعني ودول قاعدين مش في الجبال، ما يقدروش يطلعوا الجبال لانهم اجبن واقل كفاءه منهم يطلعوا الجبال. دول قاعدين تحت البيوت في عند الاهالي بيتخذوا من السكان دروع بشريه ليهم. يعني دول يا ريت يطلعوا وينزلوا الجبال هنلمهم في يوم. انما دول فعلا لا، احنا النهارده بنقول سينا الحمد لله الامن فيها بيتقدم بشكل كبير جدا. اذا كان في حاجه بتظهر او ممكن تظهر في وقت ما فهي اعمال فرديه لا تتعدى عمليه تفخيخ، عمليه تفجير، عبوه ناسفه هنا. انما ما عادش فيه الارهابيين اللي احنا نقول ايه نعمل لهم وزن. وحتى لو ظهر حد بعد كده فالوضع النهارده في سينا لا، ده كل شبر فيه قوات جاهزه للتدخل في اي لحظه يظهر فيها اي تهديد من هذا الارهاب. نعم، وضحت الصوره سياده اللواء ناصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق بالقوات المسلحه، شكرا جزيلا لك. كان في كمان خلال كلمة الرئيس السيسي النهاردة ملمح متعلق بالطاقة وربطها الحقيقة بالاستثمار، وده طبعا لأنه أي مستثمر أو أي استثمارات هتحتاج نوع من الاستقرار في مصادر مختلفة. في الإطار ده قال الرئيس السيسي أن مصر تحركت في هذا الإطار من خلال تعديل التشريعات والحد من إجراءات البيروقراطية والعمل على حل مشكلة الطاقة اللازمة للاستثمار واللي بدأت قبل 25 يناير بنحو 4 أو 5 سنوات، وأكد أنه تم حل مشكلة الطاقة في عام ونصف العام وأصبح لدينا ما يكفي للاستثمار والأنشطة الصناعية بكل يسر. لفت كمان أنه تم ضخ 6000 ميجا وات من الكهرباء على الشبكة، وكمان هيتم ضخ 4000 ميجا وات تانيين في ديسمبر عام 2016 وإدخال 10000 ميجا وات أخرى في مايو 2017. مجموع الأرقام دي هيصبح جملة ما تم ضخه خلال 4 سنوات تقريبا حوالي 20000 ميجا وات. هو الحقيقة بيقول انتوا عارفين ده بكام ومنين. أشار ان تكلفة مشروعات الطاقة الجديدة في مصر بلغت حوالي 150 مليار جنيه. تحدث الرئيس السيسي عن مشكلة الغاز الطبيعي وقال المصانع اللي بتدار بالغاز ما كانتش عارفة تشتغل بكامل طاقتها، في نهاية الشهر الجاري لن تكون هناك مشكلة في الغاز لأي مصنع في مصر. الجزئية دي طبعا مهمة جدا جدا لأن هي مربوطة بشكل رئيسي بالاستثمارات وفرص الاستثمارات ومعدل النمو الاقتصادي في مصر. فيما يتعلق بحادث الطائرة الأخير التي سقطت على الأراضي وراح ضحيتها طبعا عدد كبير من السائحين أغلبهم من الروس وبعضهم من الأوكرانيين، الرئيس طالب الجميع بعدم الخوض في هذه الحادثة قبل أن تنتهي عملية التحقيقات بشكل تام واللي بتشارك فيها طبعا روسيا ممثلة في الشركة المالكة للطائرة وأيضا مسؤولين ووزراء بيمثلوا الأمن القومي الروسي، أيضا هناك خبراء من فرنسا وألمانيا الشركات المصنعة والمصممة للإيرباص هذا الطراز أتوا برضو للمشاركة في التحقيقات في هذا الحادث، وطالب الجميع بعدم الخوض في هذا الحادث قبل انتهاء التحقيقات. نتابع التقرير التالي. جهود حثيثة تبذلها السلطات المصرية والروسية لكشف ملابسات حادث تحطم طائرة الركاب الروسية التي سقطت في صحراء سيناء بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ متوجهة إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 217 راكبا بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 7 أفراد معظمهم يحملون الجنسية الروسية.
وفي إطار التحقيقات الجارية أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا باعتبار النطاق المكاني الذي يوجد فيه حطام الطائرة الروسية المنكوبة محل تحقيق من قبل النيابة العامة، ويحظر أي تدخلات أو رفع أي أجزاء من موقع الحادث إلا بعد انتهاء أعمال معاينات النيابة واللجان الفنية المنتدبة، وذلك ضمانا لسلامة التحقيقات. كما اتفق الجانبان المصري والروسي خلال جلسة محادثات عقدت بينهما بعد وصول الوفد الروسي إلى القاهرة على توفير كافة الانتقالات والتسهيلات لتلبية احتياجات الوفد لفحص حطام الطائرة المنكوبة ومعاينة مكان سقوطها للمساعدة في تحليل بيانات الحادث. كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد زار مشرحة زنهم بوسط القاهرة لمتابعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بجثامين ضحايا الطائرة الروسية، وذلك في أعقاب تفقده لموقع الحادث ومتابعته لعمليات إجلاء الجثامين من موقع الحادث. واستبعد إسماعيل في مؤتمر صحفي فرضية أن يكون عملا تخريبي وراء الحادث. حتى هذه اللحظة احنا ما عندناش أي شواهد بتقول أن هناك أعمال غير طبيعية تمت على هذه الطائرة، وبالتالي التوجه اللي نقدر نقوله أن هناك أسباب فنية، وعلى فريق البحث أن يؤكد ذلك أو ينفيه ويقول إذا كانت هناك أسباب أخرى. وفي روسيا نكست الأعلام بعد إعلان الرئيس الروسي يوم حداد عام على ضحايا الحادث الأليم، وقام المواطنون الروس بوضع الشموع والأزهار عند نصب تذكاري أقيم في مطار سان بطرسبرغ تعبيرا عن حزنهم وتأبينا لضحايا الحادث. أشعر بالأسف لما حدث، وقد قمت بابتياع زهور ووضعتها لتأبين ذكرى الضحايا الذين لقوا مصرعهم في الحادث. كان الاتصال قد قطع مع الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها واختفت من على شاشات الرادار بينما كانت تقترب من كامل ارتفاعها. طيب موضوعنا الرئيسي زي ما نوهنا أشرف وأنا في بداية الحلقة عن سايكس بيكو بعد 100 عام والمنظور الغربي لدول المنطقة. كنا بنتذكر سويا الخطط الأمريكية اللي كانت معلنة عن تقسيم المنطقة أو الشرق الأوسط الجديد، ولكن لما هبت ثورات الربيع العربي البعض حلل الأمور إنه هذه الثورات أفسدت مكان مخطط للمنطقة. بعد ما هذه الثورات لم تؤدي إلى استقرار مطلوب في بعض الدول، البعض قال لا ده هي جزء في الأساس من هذا المخطط. على أي حال خلينا نقترب أكثر مما حدث خلال 100 عام اللي فاتوا، ولكن طبعا مش كل اللي حصل في 100 سنة، لكن هنتكلم على الغرب وكيف ينظر إلى الشرق الأوسط، النوع الجديد أو الشكل الجديد من الأطماع الغربية في هذه المنطقة الغنية بكل تأكيد. معانا سفير الدكتور عزمي خليفة المستشار الأكاديمي للمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك، وبرحب أيضا بدكتور رائد العزاوي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية. مساء الخير يا دكتور وأهلا بك. مساء الخير. ونبدأ بسيادة السفير، حسب ما قالوا برنار باجولي وجون برينن مديرة الاستخبارات الفرنسية والأمريكية في مؤتمر اللي عقدته جامعة جورج واشنطن، المنطقة لن تعود إلى مكانة عالية. في سؤال حول هل انتهى دور التسويات العسكرية لتبدأ التسويات الدبلوماسية في إطار ما يخطط للمنطقة من تقسيم جديد؟ هل فعلا في تقسيم جديد للمنطقة حسب ما بيقولوا؟ طيب ده يخلينا نرجع لورا طبعا لما أعلن كوندوليزا رايس فكرة الفوضى الخلاقة وإعادة تشكيل المنطقة مرة تانية. كان في تخطيط أمريكاني بالفعل للشرق الأوسط الموسع أو الكبير أو الجديد نسميه زي ما تسميه، وإنه يحقق هدف معين. الهدف ده إيه؟ نحن ندوب المنطقة العربية في كيان أكبر جغرافيا وثقافيا متعدد.
تمام، بحيث انها ما تبقاش منطقه عربيه بس. عشان كده قالوا ايه، شرق اوسط موسع، ووصلوه غايه باكستان. فبالتالي دخلوا فيه حته زي افغانستان، باكستان، المنطقه دي كلها منطقه قلاقل واضطرابات، وكان غلط. هل الهدف ده ما زال قائم حتى هذه اللحظه ولا لا؟ حضرتك بتتكلم عن شرق اوسط اكبر اكبر ولا مفتت؟ لا 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 لا، هو بيتكلم على شرق اوسط موسع يدوب فيه المنطقه العربيه، ما تبقاش فيه حاجه اسمها هويه عربيه دي اساسا. يعني ازاله الحدود بين الدول، مش ازاله الحدود، الهويه نفسها. احنا بنتكلم عن العالم العربي، تمام. هو مش عاوز يخلي فيه حاجه اسمها عالم عربي، مفيش حاجه اسمها قوميه عربيه، تمام، لان هي دي الهويه اللي ربطنا كلنا كعرب. فهيدخلها في منطقه متعدده ثقافيا ودينيا واثنيا، بحيث ان هذا التعدد يكون مدخل له بقى انه يفتت بعد كده بعض الدول اللي هي الكبيره. ده كان بدعوى نشر الديمقراطيه. هل الهدف ده ما زال قائم ولا لا؟ انا اقول لك انه ما زال قائم، انما بيحاولوا انهم يغيروا اسلوب تنفيذه. دي نمره واحد. نمره اثنين، التصريحات بتاع مدير المخابرات الفرنسيه والامريكيه الحقيقه انا هاخده بحذر شويه. هم ما يقصدوش الشرق الاوسط في تقديري الجديد، بمعنى الشرق الاوسط اللي كنا بنتكلم عليه ايام كوندوليزا رايس خالص، لا. الشرق الاوسط الجديد حتى الرئيس السيسي اتكلم عليه في حوار المنامه، لما قال، لما اتكلم عن تغيير العلاقه بين الشعوب وبين الحكام، وقال ان الوسيله العسكريه لا تكفي لإعادة تنظيم الحكم في المنطقة دي، لابد من وجود عوامل اقتصادية واجتماعية، بحيث ان احنا نأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعوب ايضا. فانا تقديري هو ده اللي مقصود. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الشرق الاوسط، لا، الخريطة هتفضل زي ما هي الى حد كبير، انما في نفس الوقت مش هيكون نفس نمط الحكم اللي كان قائم قبل هذا. اللي بيخلينا اقول كده الكلام اللي قاله الرئيس السيسي الحقيقه في حوار المنامه. طيب خلينا نشرح دكتور رائد معانا، ايه النمط المنتظر؟ ان كنت تتفق معنا في هذا الكلام او مع السيد سفير، ايه النمط المنتظر لهذه المنطقه؟ نوع الحكم فيها يكون ازاي؟ من وجهه نظرهم هم يعني. الاول في تقسيم ولا لا؟ لا، هو بمعنى التقسيم الجغرافي غير موجود، او ليس بصالح الولايات المتحده الامريكيه وبصالح الغرب. يعني التقسيم الجغرافي على اساس تفتيت الدول الكبرى، يعني ما فيش شرق اوسط جديد مفتت. لا، لن يشابه سايكس بيكو التي جاءت به الخريطه فقسم الاسكندرونه وضعها لتركيا وقسم ترك، يعني جبل، كانت نتائج حرب على هذا، كانت نتائج حرب، مساله مختلفه. لكن خليني اصل كما تحدث سعاده السفير، واحنا في العلوم السياسيه يجب ان نؤصل المساله قبل العوده لها. المسألة مؤصلة قبل ذلك، ربما مؤصلة من عام 75، وكان عربها هنري كيسنجر. توقفت في ثمانينات القرن الماضي بسبب الأحداث التي جرت خصوصا في منطقة الخليج العربي بالحرب العراقية الإيرانية، التي يعني كانت طرفيها هما العراق وإيران، لكن هي كانت أطرافها نزاع على الوصول للمياه الدافئة ونزاع أمريكي سوفيتي إسرائيلي في ذلك الوقت. ثم سرعان ما توقف هذا الموضوع بعد دخول القوات العراقية واحتلالها للكويت عام 90، ثم أعيدت مرة أخرى في عهد مادلين أولبرايت. الشرق الأوسط الذي يتحدث عنه قادة المخابرات الفرنسية والأمريكية هو تم بتوصية من هيئة الفقهاء أو هيئة العلماء، وهم 10 أفراد، منهم مادلين أولبرايت. طلب من مارلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة، طلب من هؤلاء العشرة، ومنهم طبعا توني بلير الذي اعتذر منذ أيام عن الأخطاء في حرب العراق، مارلين أولبرايت، أيضا غوندوليزا رايس، كان منهم جون بولتون؟ لا، جون بولتون لم يكن موجود، لكن كان موجود مثلا ديمس روز، طبعا هذا شخصية ديمس روز. وهؤلاء العشرة أوصوا بمجموعة من التوصيات في عام 2010. ربما من هذه التوصيات هو القيام بثورات داخلية داخل العالم العربي بهدف إحداث أكبر، يعني أكبر ضرر ممكن في أجساد الدول العميقة.
بس ده يا دكتور معلش انا هقطعك لثانيه واحده بس، مش ده بيختلف مع الرؤيه اللي كانت مشاعه انه الغرب تفاجئ بثورات المنطقه؟ لا لا، إذا كانت المخابرات المصرية لم تكن متفاجئة بما سيحصل أو سيحصل في 25 يناير، المعلومة ربما تسألين ضباط المخابرات المصرية لا تعلم يعلمون، لديهم معلومات واضحة وكتاب كثر كتبوا في ذلك الوقت ومنهم زملاء لنا حاضرون أحياء لحد الآن، كانوا يعلمون بأن هناك حالة حراك شعبي داخل المجتمع المصري. فمن كان يقول بأن كانت المخابرات الأمريكية والغربية متفاجئة بما حدث في تونس ومصر وليبيا وسوريا، وهذا كلام غير صحيح غير واقع. أعود إلى تأصيل القضية، تأصيل قضية الشرق الأوسط الجديد. عطفا على كلام سعد سفيان، المسألة في منطقة الشرق الأوسط هي مسألة صراع طاقة، هو ليست صراعات سياسية، ليست صراعات من أجل إحداث الديمقراطية تغيير نظام مكان نظام آخر. الآن الصراع الحالي في المنطقة هو ليس صراع من أجل الحرية للشعب السوري الذي يذبح يوميا، وليس من أجل ما يجري في العراق وبناء ديمقراطية حديثة في العراق، وليس من أجل أن بناء ديمقراطية في ليبيا أو في تونس، لا، كل هذا الكلام عاري عن الصحة. الحديث هو كتلتين عالميتين تتصارعان على الحفاظ على أكبر قدر ممكن من إمدادات الطاقة والغاز في المنطقة. ولهذا ومثلي على ذلك هو لماذا الجانب القطري في جهة والجانب السعودي في جهة أخرى، خلينا نسميها بهذه المسميات، ولماذا روسيا تقف إلى جانب نظام بشار الأسد، ولماذا أمريكا تقف إلى جانب أو على الأقل تقف إلى جانب دول الخليج العربي، لماذا الفرنسيين يدخلون إلى جانب الوطن العربي أو على الأقل دول الخليج العربي، خلينا نسميها هكذا بمسمياتها الحقيقية. هذه بؤرة صراع في المنطقة. صحيح هم مهتمين بما يجري في إيران، مهتمين بما يجري في أفغانستان وباكستان، وقلقين جدا ما يجري في باكستان بسبب امتلاكها لأسلحة نووية وما إلى ذلك. أيضا اهتمامهم بالهند وإن كان بعيد، هذا الاهتمام as a long term ليس الآن. الحديث عن تقسيم منطقة الشرق الأوسط أو على الأقل إحداث أو إدخال مشرط التقسيم في منطقة الشرق الأوسط ليس كما نتوقعه أو كما يراه البعض من تقسيم جغرافي، الحقيقة هو تقسيم سياسي على أساس إضعاف كل الدول العميقة في المنطقة، كل الدول العميقة في المنطقة نقصد، ليس والتسابق على السيطرة عليها ولا على حتى لو سيطرة بشكل آخر جعلها خاضعة مرة أخرى لسياسات الغربية. طيب. التي تهدف التي إضعافها عسكريا ولا إضعافها سياسيا، كل هذا يعني بخلخلتها كل هذا مجتمعان، بدليل إحداث ما يسمى بالإسلاموفيبيا أو الإسلام السياسي أو إحداث مشكلة خلخلة داخلية، يعني خلخلة داخلية بسبب حتى تضعفها في المدى الطويل. الناجح الوحيد أو الناجي الوحيد من كل هذا التقسيم لحد الآن هما دولتين على الأقل، هما مصر والهند، هما الدولتين الوحيدتين لحد الآن هما قادرين على الأقل أن يحافظوا على الهند. كانت دخلة هي كمان طبعا طبعا طبعا، لأن الهند شوف جزء رحت بعيد قوي، لا لا ما هو هذا هو الشرق الأوسط يعني الخليج، لا لا هذا الشرق الأوسط الجديد، هو الشرق الأوسط الجديد إذابة كل هذه الدول المجتمعة، الهند باكستان أفغانستان إيران تركيا العراق، ثم دخول الى 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 منطقه الشام ودول الخليج العربي ووصولا الى صعب قوي. لا ليس صعبا، الولايات المتحده الامريكيه بس سياده السفير بتتفق مع الطرح اللي بيذهب الى الهند. لا هو الهند في حدود علمي انها ما كانتش داخله في الموضوع، هي اخرها باكستان بالضبط، باكستان من باكستان للمغرب. وحتى حصل اعتراض عربي قوي في الوقت دوت على وجود باكستان وافغانستان في الشرق الاوسط، لان يعني مفهوم الشرق الاوسط اوريدي يعني هم كان في عرب يعرفوا يقولوا ادارات عربيه بتعرف ان باكستان التقسيمه الجديده، قلنا الكلام ده من بدايه المشروع، لان هم بيتكلموا على شرق اوسط جديد موسع بقى، ما وصلتش لك موسع. حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، كان في اعتراض عربي على دخول باكستان مصر اعترضت، يعني الدول العربيه يعني على تبعيتهم للشرق الاوسط يا اشرف، يعني لما هم بيعرفوا الشرق الاوسط تعريف حضاري معرف، لا انا بتكلموا على المشروع الجديد. فكون انك انت بتوسع المفهوم الجغرافي تمام، ده كان وضع غريب بالنسبه لنا. فمصر اعترضت على هذه التوسعه اساسا تمام، وقالت ان في اقاليم ما هياش تاريخيا ولا جغرافيا في الشرق الاوسط زي
افغانستان على سبيل المثال وزي باكستان. وبالتالي كل الفوضى اللي موجوده في افغانستان هيتحملها دول الاقليم ده. فبالتالي معلش انا اسف في النقطه دي، عايز اوقفه برضه. طب ده حتى الاعتراض هيجي من الطرف الاخر، يعني ازاي مثلا ايران بكل تاريخها وتعاليها على مثلا على السياسه المصريه اللي اعرفه عن السياسه المصريه، تمام؟ فالسياسه المصريه اعترضت في ذلك الحين. دي نقطه. مش ده المشروع الوحيد برضو، انا عايز انبه لحاجه، مش ده المشروع الوحيد اللي الامريكا والغرب بس الامريكا تحديدا عاملينه عشان يعيدوا تشكيل المنطقه او هيكله منطقه معينه. احنا في عندنا في الجنوب مننا في مشروع تاني اخطر كمان اسمه القرن الافريقي الموسع او مبادره كلينتون للقرن الافريقي الموسع، ودي واخده كل دول حوض النيل فيما عدا مصر والسودان، هي واخده جنوب السودان بس كمان، تمام؟ اوغندا وتنزانيا وكل دول حوض النيل بدون استثناء اساسا، وعامله لهم اليه لفض المنازعات واليه لتوفير الغذاء واليه لمواجهه التصحر برعايه بس امريكيه لسه برعايه امريكيه، بس لسه ما تفعلش لغايه النهارده. ليه؟ لان هذه دول ضعيفه ومفككه ومش محتاجين انهم يستثمروا جهد واموال ووقت في حاجه هم مش محتاجين لها. هي التربه البيئه نفسها مؤهله لانهم يكونوا مع الامريكان موافقين على اللي هم عايزينه خلاص. فمن هنا وده خطورته في حاجه في الخلاف اللي موجود على سد النهضه في اثيوبيا ما بين مصر والسودان من ناحيه واثيوبيا من ناحيه ثانيه. لان ده اساسه حاجه واحده بس مش اكتر من كده، انك لو عملت ده اللي متوقع، يعني مش هقعد اطول قوي هنا بس هقولها لك بسرعه، متوقع حل مشاكل المنطقه كلها بصوره او باخرى في الوقت الراهن بعد مؤتمر فيينا. حل مشاكل المنطقه العربيه، المنطقه العربيه بفلسطين بكله، بفلسطين بكله، تمام؟ وده سبب التوتر اللي بيزيد في الوقت الراهن. هو لان امريكا اعلنت اوريدي انسحابها بالفعل من منطقه الخليج خلاص، اعلنت هذا وتوصلت لاتفاق مع ايران على النووي، الملف النووي. اذا انت داخله في شكل اخر حتى في الخليج من العلاقات، يعني من العلاقات نمط جديد من العلاقات احنا داخلين فيه كلنا. مفهوم الخليج العربي او الخليج الفارسي زي نسميه زي ما نسميه مش دي القضيه عندي في الوقت الراهن، انما لا هتحصل تهدئه لبعض الامور، هيحصل تفاهمات، ده كله متوقع في القريب. إيه في القريب، لان امريكا اوريدي ما تقدرش تفتح جبهتين في وقت واحد، الجبهه الاسيويه اهم ليها في المستقبل خلاص. طب وطرحكم بقى ده واللي ناسها في العديد ما بنيناه وبناء الزميل المعد من اسئله حول الحدود الجديده والتقسيم الجديد، انتوا بتتكلموا عن تقسيم تاني خالص، تقسيم جيوسياسي، تقسيم سوفت وير مش هارد وير. اللي انا عايز اساله الدكتور رائد، طيب ايه معنى ان مدير الاستخبارات الفرنسيه برنارد باجولي ايه معنى اللي قاله ان سوريا والعراق لن تعود حدودهما الى سابق عهدهما؟ كلام جميل. انت سألت عن المعترضين، لم تكن مصر فقط معترضه، ايران ايضا اعترضت على هذه التقسيمه. ده كان سياسة. محور سؤال ان الطرف الاخر هيعترض، لانها مثلا دي بتقول لا ده الخليج الفارسي، الخليج الفارسي مش الخليج العربي. لا لا، هي كانت لديها، هي كانت تريد ضمانات حتى تدخل في هذا المشروع، كانت تريد ضمانات ومنها تمرير ملفها النووي المثير للجدل حقيقه، لحد الان هو مثير للجدل. اعود الى سؤالك، اذا كان التخيل لديك بانه هذه لن تكون حدود بين سوريا والعراق وما الى ذلك، لا، هي الحدود ستكون موجوده، ولكن التقسيمات السياسيه داخل هذين البلدين ستكون مختلفه. من صالح مثلا السنه ان ينتهي الامر في سوريا، سنه العراق اقصد، ان ينتهي لصالح جبهه النصره وينتهي للجماعات الاسلاميه المتطرفه وزوال نظام بشار الاسد على اساس انه هو الاقليه، الأقلية العلوية الشيعية. ولكن هل ستقبل الولايات المتحدة بذلك؟ لا، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد ذلك، هي تريد أن يبقى وضعا قائما، وضعا يعني الوضع السوري مثل ما هو عليه، حكومة، ولهذا كان البيان حكومة علمانية،
حكومة علمانية تحديدا الكلمة حكومة علمانية بمعنى أنه لا مكان للمتطرفين سنة وشيعة، لأن هناك متطرفين من السنة داخل، وفي المقابل هي تريد أن تقضي على نظرية العمق الجيوسياسي لإيران في العراق، لأنه هي تعرف جيدا بأنها قد فقدت العراق وخسرت العراق عندما سلم إلى حكومة تبدو بشكلها العام ديمقراطية وطنية لكنها لديها أجندة إيرانية شيعية. خلينا نتكلم حضرتك يعني أنا ما قطعتش، بس يعني خلينا أقول إن حضرتك بتتكلم عن مشروع مفيد للمنطقة. لا يعني لا هو ليس مفيدا. لا هو ليس مفيدا. طيب هاتينا بقى هو ليس مفيدا. يعني هو دلوقتي أصلا عايز سوريا موحدة. لا لا هو ليس هو لا يريدها موحدة. علمانية. هو لا يريدها موحدة. نعم. هو لا يريده موحدة. هو يريدها كونفدرالية فدرالية متعددة تبدو بشكلها العام مثل العراق. العراق يبدو بشكلها العام دولة لا قائمة. لكن هو ما هي الإمارات العربية المتحدة ما هي فيدرالية لا, و... لا, لا, لا 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 شوف الإمارات عايزينها نموذج تاني لا هي نموذج جديد هو نموذج جديد حتى يختلف عن النموذج السويسري مثلا اللي فيه فيدراليات فرنسية وإنجليزية وألمانية لا هو يريد قومي وديني فدرالية قومية دينية مثل ما يحصل في العراق اليوم حكومة مركزية علمانية ضعيفة مثل ما كل الكلام مثل ما حكومة بغداد حكومة ضعيفة حكومة ضعيفة حكومة مركزية تبدو بالشكل العام هي قوية وتبدو هي حكومة مركزية لكن هي غير مسيطرة مؤسسات الدولة هي الأخرى ضعيفة زي الجيش مثلا الجيش قد يكون برضو هو الآخر بالتبعية ضعيف لعلم سيادتك يمكن الكثير لا يعلم أو سفير السعادي في ذلك أنه بعض البيانات ظهرت من مؤتمر فيينا أنه لا عودة للجيش السوري الحالي سيكون هناك ترتيب لجيش جديد ترتيب الجيش حيعيدوا ترتيب الجيش من جديد سيادة السفير الحقنا بقى لأن العملية بقى سيادة السفير إذا كان ده أحد المخططات بتطرأ عليه بعض سواء الآليات للتنفيذ أو الشكل النهائي زي ما حضرتك بتقول شكل المنطقة ممكن يبقى إيه قوتين زي تركيا وإيران بالمنظور الغربي بالمنظور الأمريكي إيه المنتظر من أدوارهم في التصور الجديد إيه المقروء طيب أنا مش عاوز برضو أن احنا نفصل بيان فيينا لوحده ونقعد نقراه احنا لازم نربط بيان فيينا بالتدخل الروسي وإيه اللي عمله إيه اللي حققه من أهداف داخل سوريا ووصل لإيه في سوريا هو منع أول حاجة فكرة إقامة منطقة عزلة في الشمال في شمال سوريا تمام ينقل إليها بعض اللاجئين يخشوا فيها بعض الحركات المعتدلة أو بيوصفوها بهذا إنما ده اتمنع خلاص وده كان أول مسمار في فكرة ان احنا نقسم سوريا لان كان في مشروع لتقسيم سوريا فعلا دي اول حاجه تاني حاجه ان هو بالضرب البعيد المدى الجو البعيد المدى نجح في انه يحيد الجيش السوري الحر واي جماعات اخرى وياه خلاص مش هيتقدموا اكتر من كده والجيش السوري خد مكانهم الى حد كبير طيب نمره 3 لما بنتكلم على الجيش السوري هيتغير هيتغير لان ايران دربت ميليشيات موجوده سوريه الى جانب الجيش السوري في اتفاق بين فيينا وضح هذا ان هذه الميليشيات ستدمج هيكليا في الجيش السوري فيما بعد في المرحله الانتقاليه ميليشيات دربتها ايران هتدمج في الجيش السوري تمام وطبعا معروف توجهها بالاضافه لحاجه تانية اهم كمان ان امريكا ايضا بعت 50 خبير او مدرب لتدريب بعض القوات ايضا من الجيش السوري الحر وغيره بغض النظر هيوصلوا لايه فيها دول اساسا هي هتدرب اللي هم الاكراد فالاكراد دول برضو هيدمجوا في الجيش اذا احنا عندنا جيش ممثل لمعظم
القوميات والإثنيات. طيب هو أنا الحقيقة كان سؤالي أوسع، كان سؤالي عطفا على كلام حضرتك في البداية لما كنت بتقول إنه الولايات المتحدة إن القضايا أغلبها قضايا المنطقة هيتم حلها أو هيحصل عملية تهدئة. نأمل في هذا. نأمل طبعا في هذا. أكيد نأمل في هذا، ولكن ده بترتيب، يعني ده مش هيحصل كده بلا هدف. طيب في هذه الترتيبات تركيا وإيران، يعني هل تنسحب من وجهة نظر أو من متابعاتك وقراءاتك، هل تنسحب الولايات المتحدة من الخليج وتصبح آسيا فعلا هي الأهم مستقبلا بالنسبة لها، وبالتالي لما تنسحب أمريكا بينسحب وراها الأوروبيين كمان بشكل تدريجي؟ لا، الأوروبيين عاوزين يحلوا محل أمريكا، عايزين يحلوا محل الولايات المتحدة بالضبط. طيب إيران وتركيا هيكونوا كقوتين في المنطقة، هل ستتغير أدوارهم على ما هو عليه الآن؟ هل أطماعهم تختلف؟ لازم تتغير، وأطماع إيران نفسها تتغير أيضا. نمط التفاوض اللي تم ما بين 5+1 اللي هي إيران، نمط جديد في العلاقات الدولية احنا ما شفناهوش قبل كده الحقيقة. الهدف منه تغيير توجهات الدولة، مش حل الملف النووي، تغيير مجمل توجهات السياسة الخارجية الإيرانية. فكل التوجهات اللي هي بتتجه نحو الهيمنة والتوسع دي كلها هيحاولوا يقلموا ضوافر إيران إلى حد كبير. نمرة 2، أنا بقول الكلام ده ليه؟ لسبب بسيط، أو متوقع ليه إن حل مشاكل المنطقة في المستقبل؟ لسبب بسيط، الرئيس السيسي ذكر 3 نقاط في حوار المنامة مهمين جدا الحقيقة، وده أهم خطاب ليه من ساعة انتخابه رئيس الجمهورية. واحد، إن الدولة القومية تهاجم بشراسة في كل مقاوماتها بالإضافة للهوية. تمام؟ 2، الدولة القومية بمعنى الدولة القومية اللي احنا تعرفنا عليها بعد صلح أوستفاليا 1648، اللي هي زي مصر الحالية، زي العراق، زي بلاش العراق عشان ما عنديش مصر، حكومة علمانية تقود شعب موحد. لا لا، سيب ده نظام الحكم. لا نظام، انا مش عاوز نظام الحكم، انا ما بتكلمش عن نظام الحكم، انا بتكلم عن الدولة. دولة. المجتمع الدولي تعارف على حدود مصر. ايوه خلاص، هذه هي مرحلة القومية، قايمة على اساس قومي. أيوة. تمام، ايضا تعرف على حدود السعوديه. اذا الشكل العام ده هيكون موجود، قومي بيتكلم على حدود دوله. والشعب له مميزات معينه، شعب عربي مسلم بالضبط. بالضبط. تمام، هي دي الدوله القوميه. فالدوله هي الدوله عباره عن ايه؟ سياده وشعب واقليم وحكومه. ايوه خلاص، ادي الاربع حاجات. تمام، الاربع عناصر دول لاول مره في تاريخ المنطقه يهاجموا بشراسه، الاربع عناصر دول، وبيضيفوا عليهم الهويه ايضا. لا يخلينا نتكلم بقى على الاثار اللي بتتضمن. طب الرئيس السيسي كان قصده، يعني هو ما حددش مين اللي بيهاجمهم، لا حد دي النقطه الثانيه بقى. الاول قال لك ايه؟ الدوله القوميه بتهاجم. 2، اللي بيهاجمها جماعات ارهابيه اجراميه. ايوه، وده يعني بجد احسن تعبير اتقال. انا بقول لك ليه؟ لأن بعض الكتابات في المنطقة العربية وفي داخل مصر أيضا بتكتب أن داعش والنصرة مثلا على سبيل المثال أشبه دول. لا، مش أشبه دول، دي عصابات إجرامية توازي بارونات المخدرات في أمريكا اللاتينية بالضبط، بتعمل نفس القصة. وقال أنها تقوم باستغلال الدين لإقناع دي تاني حاجة. فإذا محاربة الإرهاب هتقضي على التحديات اللي بتواجهها الدولة القومية. النقطة الثالثة اللي أثرها الرئيس السيسي، قال إحنا في محاربتنا للإرهاب صحيح إحنا داخلين عسكريا لغاية دلوقتي، إنما لا، ده في توجه عام في المستقبل هيكون فيه عناصر سياسية واقتصادية واجتماعية تأخذ بعين الاعتبار تطلعات شعوب المنطقة التي ثارت من قبل على نظم الحكم الفاسد، أو نظم الحكم الفاسد. تمام؟ إذن في وضوح في الرؤية هنا عندنا إحنا كمصر لما يمكن أن يحدث في المستقبل. أنت النهاردة في فيينا ادعيتي وحضرتي نمرة 2، بتحافظي على كيان الدولة. ما بتقوليش لا الأسد يمشي ويحصل فراغ في السلطة ويحصل اللي يحصل، هتتحول لليبيا، مش عايزين ده كله. احنا عاوزين سوريا حماية أراضيها، المحافظة على الأراضي السورية، وحدة الأراضي السورية اللي احنا عرفناها في الخريطة. اتبعوا بقى داخليا نظام فيدرالي، نظام كونفدرالي، ده بتاعهم هم، وهم الأدرب، هم اللي يحددوا، هم اللي يحددوا مش احنا.
ينتخبوا الاسد ما ينتخبوش الاسد هم اللي يحددوا، ما لناش دعوه. انما لازم نحافظ، لانك انت لو فتت دوله بايدك خلقت سابقه. السابقه في العلاقات الدوليه، يمكن الدكتور يؤيدني في هذا، تخلق قاعده قانونيه يمكن اللجوء اليها مستقبلا. مش عايزينها دي. طيب دكتور رائد، نعود اليك واحنا بنتكلم برضو عما قاله مدير الاستخبارات حول سوريا والعراق. يعني هل المقصود ان تصل سوريا الى ما وصلت اليه العراق، حكومه ضعيفه تقود مجموعه اطياف؟ طب ايه مصلحه ان يكون في جيش من كل هذه الاطياف موحد تحت حكومه علمانيه؟ وما ادراك ما حكومه علمانيه؟ يعني عندها الولاء فقط للوطن وليس للجنس او العرق او الدين. طيب شوف، خليني ارجع بس لسؤالك. انت دائما تذكر او السيده وجنابك يعني كنتوا تركزون على تركيا وايران، ونسيت لاعب اساسي ثالث في منطقه الشرق الاوسط، وهذا اللاعب يتبعه لاعبون اخرون بكل امانه، اللي هو مصر. ومصر بيخدقها كلاعب في المنطقه. صحيح هو لاعب منفرد، يعني هو منفرد في كل شيء، هو لديه انفراده، هو اسقط هذا المشروع، اسقط جزء من المشروع، ليس كل المشروع، اسقط جزء من المشروع. انا اشرت لتركيا وايران دون النظر الى مصر، لانه مصر ما لهاش اطماع. لا لا لا، اتكلم على اطماع تركيا. لا 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 لا، لا انا اقصد انه مصر على الدول بقى الفاعله، مصر الفاعل، مصر المرتكز في المنطقه. نعم. يعني هذه المناطق او هذه المنطقه لديها مرتكزات اساسيه، اولا مرتكزات اقتصاديه ضخمه تمثلها المملكه العربيه السعوديه بدول الخليج، ولديها مرتكز سياسي متمثل بمصر تركيا وايران. ده كان محور بقى سؤالي القادم. الدول الفاعله من وجهه نظر المشروع الجديد، انت بتتحدث الان في الخليج المملكه العربيه السعوديه وفي ثقل سياسي مصري ممثل بمصر التي استطاعت ان تحصل على مقعد داعم في مجلس مقعد غير داعم. الشيء الحقيقي اللي يجب ان ننظر له انه سوريا التي تتحدث عنها ويتحدث عنها بيان فيينا هي ليست سوريا التي نعرفها، يعني ليست سوريا التي نريدها، هي سوريا التي يراها الغرب، هي سوريا التي يراها الفرنسيون مثلا، هي سوريا التي يراها الامريكيون مثلا، وسوريا التي يريدها الايرانيون والاتراك هؤلاء. مصر صحيح كانت لاعبا منفردا، ابدت رايا ربما لم يعجب الاخوه في المملكه العربيه السعوديه، لكن هو هذا الراي الصحيح، انه لا يمكن ان ان ندفع ببشار الاسد خارج البلاد في وقت سيحصل في فراغ سياسي كبير، القوى المعارضه السوريه غير مؤهله تاهيلا كاملا لتسد الفراغ السياسي كما حصل في العراق، لان القوى السياسيه العراقيه عندما ذهب صدام حسين من نظامها لم تكن مؤهله بشكل جيد، فاحدثت فراغا سياسيا، هذا الفراغ السياسي احدث فراغا امنيا دفع بقوى الارهاب الاسود ان تدخل الى العراق فتدمر العراق على مدى 12 سنه لحد الان. طب دور القوتين الفاعلتين دول مصر والسعوديه من وجهه نظر المشروع الجديد ايه بقى؟ هذا هو السؤال. عندما تقرا حقيقه خطاب الرئيس، خطابين للرئيس وليس خطاب واحد، حتى خطاب اليوم خطاب اليوم تحديدا، الرئيس عندما تحدث قال نحن نحارب بالدبلوماسيه، بمعنى هذه المره الاولى التي نستمع فيها الى رئيس في منطقه الشرق الاوسط أو رئيس عربي يتحدث بلغة أن السلاح الأساس لدينا في مصر وبالتالي كل الدول العربية الأخرى، هو لا يتحدث عن مصر لوحدها، الرئيس السيسي تحدث عن مجمل ما يراه القادة العرب، تحدث عن سلاح الدبلوماسية كسلاح مهم في معركة إفشال مخططات الغرب في شرق أوسط جديد بأدوات الإسلام السياسي، بأدوات جماعات الإرهابية، بأدوات كل من تركيا وإيران. حقيقة هذه هي الأدوات، هذه هي أدوات الغرب في تقسيم منطقة الشرق الأوسط. وأعود إلى سؤالك، هل نرى سوريا مهلهلة ضعيفة؟ الرأي العام الغربي يرى أن سوريا مفككة من الصعوبة بمكان أن تتعامل معها، ولكن سوريا المقبولة من قبل المجتمع الدولي على أساس الإثنية والعرقية والطائفية نعم مقبولة، لكن هل سيسمح الوضع في المستقبل لإنهاء الصراع بالشكل الذي تراه مصر ولا تراه المملكة العربية السعودية والدول الأخرى؟ لا، هذا الأمر أمر سيحسم عندما تعقد بعد أسبوعين الجلسة الثانية، لأن المصريين تحديدا كانوا الورقة القوية
أنا سألت حتقول لي بعض المعلومات هذه جبتها مين؟ أقول لك هذه المعلومات جبتها من وزير الخارجية العراقي دكتور إبراهيم الجعفري، أعطانا بعض الأوراق من الأوراق الخاصة حتى. وأنا طلبتها منه عندما عرفت أنه اليوم سأكون ضيف عندكم. قال بأنه كانت الورقة المصرية أكثر نضجاً أكثر فهماً للوضع في سوريا والوضع في العراق، لأنه لم يكن الحديث فقط عن سوريا، كان الحديث فقط الحديث عن العراق، كان حديث عن مخاطر الملف النووي الإيراني، كان المصريين واضحين في هذا الموضوع بشكل واضح وشفاف. وقال أن المصريين قدم سامح شكري وزير الخارجية ورقة معدة بشكل جيد مقبولة على الأقل لدى كل الأطراف المختلفة لإنهاء الصراع في سوريا وإنهاء الصراع في العراق، وفي نفس الوقت لإنهاء اللغط حول الملف النووي الإيراني. بينما كان الأتراك والأخوة القطريين كلاهما والسعوديين طبعا أيضا هؤلاء الثلاثي كانوا شديدين في اللهجة في موضوع بقاء أو مسيرة أو ذهاب الرئيس بشار الأسد خارج البلاد، وهذا ما عطل الجلسات لأكثر من 4 ساعات، لأنه كان الموقفين أو المواقف هذه هما مواقف صراع. في النهاية انتصر الصراع المصري أو انتصرت الورقة المصرية، انتصرت الورقة المصرية التي تقول بأنه لا يمكن أن نقسم الشرق الأوسط كما يراه البعض، كما تراه الولايات المتحدة الأمريكية وكما يراه الغرب. ومن نافلة القول أن وزير الخارجية الفرنسي لأول مرة منذ فترة كان يقف موقف الضد من مسألة بقاء الرئيس الأسد أو عدم بقاء، لأول مرة الفرنسيين يوافقون المصريين، والعراقيين طبعا سيقوا إلى الموافقة أو الوقوف إلى جانب مصر في مسألة أنه لا يجب أن تكون هناك حكومة، هذه الحكومة انتقالية ثم الانتقال بعد ذلك إلى تحديد مصير رئيس يعني الأسد. موضوع بشار الأسد ما زال معلق، لا لا يعني حتى لا لا. جون كيري لو لاحظنا تصريحاته مخالفة تماما، يعني سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في المؤتمر قالوا أن نقطة الخلاف ما زالت قائمة فيما يتعلق بمصير بشار الأسد. لا يكون هناك اتفاق على الأقل لم يعلن عنه، أو على الأقل اتفاق وكان واضح حتى في الحدد، كان هناك اتفاق على أنه هذه المرحلة الانتقالية ستحدد، يعني هذه الحكومة الانتقالية العلمانية ستحدد مصير الرئيس الأسد، يعني هذا الاتفاق كان واضح، ربما الكثير لم يترجم وأيضا تغيير الدستور وأيضا تغيير يعني هذه المرحلة ستكون برعاية أو برئاسة الرئيس بشار الأسد، لكن مدتها هذا هو الاختلاف، هذا هو نقطة الاختلاف. طب ما بين ما هو معلن وما بين ما ينفذ، يعني ما دخلناش في علم الغيب، ولكن لو ترجع شوية بالذاكرة هتفتكر وضع العراق، حتى كان الأمر مختلف والتدخل الغربي كان بأسباب مختلفة وكان لها تداعيات تانية، ولكن كان في بناء الدولة أو محاولة بناء الدولة كان بيتقال برضو أنه لازم تكون حكومة ممثلة لكل الأطياف والإثنيات، لأنه العراق برضو فيها مكونات كثيرة زيها زي سوريا. ولكن ماذا حدث؟ لا العراق تختلف بعد إذنك، هقولك ليه. لأن الدستور اللي عمله بريمر الحاكم العسكري في الوقت ده، هذا الدستور وضع بذور تقسيم العراق أساسا. بيتكلم عن كونفدرالية وكل حاجة بس ضعيفة جدا. كان بوسعهم تغيير يا سيدي. بالظبط نعم. كان بوسعهم تغيير الدستور. ما ممكن يتغير، بس أنت الفكرة في حاجة. الوضع على الأرض النهاردة مختلف. بمعنى أن هناك منطقة سنية ومنطقة كردية في الشمال ومنطقة شيعية. إذن أنت قسمت البلد بالفعل. دي بتفرض صعوبة شوية. إنما الوضع في سوريا أنا عارف إن في تحركات على الأرض للسكان، ده حقيقي، بس مش بنفس القوة بتاعت العراق. لا، بتاعت العراق محافظات كاملة وحصل تهجير كامل. لغاية دلوقتي في سوريا حصل تهجير فعلا وحصل لاجئين لخروج من البلد خالص. إنما اللاجئين دول هيرجعوا، هترجعيهم فين؟ الأماكن اللي كانوا فيها، ولا هتقسم البلد بقى حتة شيعية وحتة سنية وحتة مفترض أماكن، هي دي النقطة، أماكنهم بالظبط. إذن مش هيكون وضع سوريا هو وضع العراق، دي نمرة واحد. نمرة اتنين وده الأهم، احنا بنتكلم على فيدرالية في سوريا، هي سوريا دولة موحدة أساسا، احنا بنتكلم على فيدرالية بحيث انهم يقبلوا بعض، ما يحصلش عملية انتقام على سبيل المثال الأقلية العلوية تتذبح بحكم انهم مارسوا السلطة ضد الأغلبية السنية على سبيل المثال. ما نلاقيش الأكراد انفصلوا بالإقليم عشان الدولة الكردية.
فانت هنا بتحجمي المخاطر اللي سوريا بتفرضها خلال المرحلة الانتقالية. بنحاول نحجمها بقدر المستطاع حفاظا على وحدة الأراضي السورية، وهو ده الهدف اللي احنا الهدف بتاع مصر. مش بشار يقعد ولا يمشي، ما يهمناش، انا بتكلم على وحدة الأراضي، ده هدفنا. وحدة الأراضي والله تتضرب ان احنا نتعامل مع الأسد، هنتعامل وياه. تطلبت ان احنا نسيبه يقع، هنسيبه يقع. طب الرؤية دي هي نفس الرؤية الغربية؟ لا، ولا هم عايزين يتفتتوها؟ لا، الرؤية الغربية امريكا وهي اللي مشجعة دول الخليج، اللي هي بتطالب ان بشار يمشي. بس مشيان بشار في الوقت الراهن، هي هو بشار، هو سوريا، انا بتكلم يعني امريكا عايزه بشار يمشي عشان سوريا تقسم لعده اقاليم. ما هو ده اللي هيسمح لها بهذا. شكلها بقى ايه؟ ما هو ده اللي هيسمح لها بهذا. بمعنى ايه؟ ان هيحصل فراغ في السلطه، تمام؟ كل الحركات المسلحه اللي موجوده في سوريا هتضرب في بعضها. دخلنا في الفوضى اللي هم بيتكلموا عليها. هي امريكا عايزه تفرض حاله من الفوضى. بس ده عكس ما بدأنا بيه يعني. لا، هو وياه لأنه هو هيوصل، هو هيوصل وياه. يعني سوريا يراد لها التقسيم الداخلي، حرب طائفية داخلية، بس تقسيم حتى على الخرائط، مش يبقى فيدرالية. التدخل الروسي بتغييراته اللي عملها على الأرض نجح في أنه يعيد توازن القوى على الأرض، بحيث أن مباحثات بينا عكسته، وبالتالي فكرة التقسيم انتفت. نعم، فكرة الفيدرالية بدأت تظهر. تمام؟ فكرة ان احنا نمشي بشار ويحصل اللي يحصل، لا. طب روسيا ايه مصلحتها في وحدة الأراضي السورية؟ هل لها مطامع معينة في المنطقة؟ بص، هي روسيا أساسا، والكلام ده مش كلامي، ده كلام ميدفيديف اللي هو رئيس الوزراء الروسي. روسيا بتدافع عن مصالحها في المنطقة، مش جاية إكراما للأسد ولا إكراما لإيران ولا الحاجة من دي. هي ليها مصالح بتدافع عنها جيوستراتيجية. من ضمن هذه المصالح الوصول للمياه الدافئة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في مصالح أخرى أيضا، إنها بتنشئ على سبيل المثال قاعدة عسكرية بحرية وأخرى جوية عند اللاذقية، طرطوس آسف. نمرة ثلاثة، ما فيش دولة ايا ما كانت، كبيره او صغيره، تخش في حرب وتكلف التكلفه دي كلها اكراما لدوله اخرى، ما شفناهاش. فهي مصالحها اساس. طيب، عشان وقد وصلنا يعني الى نقطه حارجه في البرنامج، ويعني مش فاضل غير دقائق يعني زي ما وصل يعني فاضل تقريبا 4 دقائق، عايزين بس نلم الموضوع. شكل الشرق الاوسط الجديد، لو كلمنا عن ليبيا ابتداء من المغرب العربي الى الخليج العربي، حضرتك اتكلمت دكتور رائد عن نقطتين مركزيتين، المملكه العربيه السعوديه ومصر. مين تاني الدول المرشحه اللي مثلا لمشروع التفتيت زي سوريا؟ ليبيا مثلا. ليبيا جزء من استراتيجية، يعني شفت الإيطاليين تحركوا بأساطيلهم خوفا من الفرنسيين، طبعا يعملوا في تونس ويعملوا في الجزائر. لكن مسألة تفتيت ليبيا، شوف ليبيا في كل الأزمة التي نتحدث، كل مشروع الشرق الأوسط هذا، أنا أثني على كلام سعد السفير فأقول أن روسيا من مصلحتها ليس الوصول فقط للمياه الدافئة وإقامة كل هذا الكلام، لكن هي تأمين خطوط الغاز من الخليج العربي، وأيضا تأمين خطوط الطاقة من الخليج العربي إلى روسيا وإلى أوروبا. والأمريكان يتصارعون هم والروس على هذا الموضوع. المشكلة الحقيقية في سوريا أن سوريا هي البقعة الأكبر أو الأخطر في منطقة الشرق الأوسط، هي والعراق كلاهما. هذا بلد نفطي وهذا بلد غازي. بس روسيا يعني دي منتجة للطاقة بشكل كبير جدا، بتصدر غاز كل أوروبا. لا 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 لا، هذا استراتيجية بعيدة المدى. على العموم، حتى أعود إلى سؤالك، الشرق الأوسط اللي نتحدث عنه واللي إحنا متوقعين واللي أنا متوقع اللي كان الغرب يبحث عنه، فشل بكل بساطة لسببين اثنين. واحد منها الأقدار 30 يونيو وثورة 30 يونيو اللي قادها الشعب المصري، واللي تحرك فيها الجيش مصر المرة الثانية بكل جدارة وبكل نجاح، استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي من إعادة على الأقل الدولة المصرية وإعادة الهيبة إلى الدولة المصرية، والانطلاق به لمحاربة الإرهاب الإسلامي، الإرهاب ما يسمى بالإسلاميين وما إلى ذلك. فلهذا مصر
أوقفت هذا المشرط الذي كان سيقسم منطقة الشرق الأوسط كما يحلو للغرب وكما يريده. الغرب يريد دول ضعيفة، دول ركيكة، دول ذات توجهات مختلفة حتى يستطيع السيطرة عليها والدفع باتجاه تأمين مصالحها فيها. أما وأنه فشل ذريعا في 30 يونيو، اليوم يتجه إلى البدائل، اللاعبين البدلاء، فبدأ يتجه إلى الإيرانيين تارة، إلى القطريين تارة، إلى الأتراك تارة أخرى، لأن يكونوا بدلاء له في اللعب في المنطقة. هذا المشروع متوقف حاليا، متوقف حاليا حتى فترة محددة، وربما أعتقد في عام 2017-2018 سيعود مرة أخرى نوع جديد من الطرح الغربي لشرق أوسط، أكثر يكون بشكل آخر أكثر نعومة وأكثر نعم. هدوءا وأكثر وصولا أو قبولا، يكونوا حلوا بقى ما زي ما بيقول برضو هم يكونوا حلوا بشكل أكثر قبولا، برضو مش هنقبل خلاص. دكتور رائد العزاوي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية والسفير الدكتور عزمي خليفة المستشار الأكاديمي المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، شرفتونا جدا النهارده، حوار جيد جدا. شكرا جزيلا لوجودكم معنا. شكرا جزيلا لكما، والى اللقاء مشاهدينا. صباح الخير.